قناة شوف تيفي. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتشاهدوا معنا في هذا الأثناء حركية صباح يوم الجمعة، وكيف ما معودكم كل صباح كنحاول نقول لكم الأجواء كيف داير. مازال مواصلين معكم مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف ما قلت أجواء صباحية، كنقول لكم مباشرة من مدينة الدار البيضاء. مازال مواصلين معكم مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي هذا البث المباشر. كيف ما قلت من مدينة الدار البيضاء، من خلال هذا البث المباشر كنحاول نقول لكم الأجواء الصباحية مدينة كازا في هذا الأثناء. جمعة مباركة بالصحة والسلامة إن شاء الله. وصلنا إلى نهاية البث المباشر، إن شاء الله نلتقي معكم.